ألف ألف مبروك. حياك الله فهد، طبعا ينضم معي في هذا اللقاء مالك أيضا الإبل، فرحان بن نادر حاصل على المركز الأول فردي الدق مجاهيم. بن نادر وش سويت في الدق؟ حصلت على المركز الأول الأول والثالث، ألف مبروك. الله يبارك فيك، وهذا ما كنا نصبوا إليه في بداية الأمر. هذه طبعا البداية، طبعا هذه البداية نعم، والخافي أعظم، والخافي إن شاء الله طيب. الله يوفقنا لله. حصلت على المركز الأول في الدق والمركز الثالث، وشريت المركز الثاني فردية اللي حصل على المركز الثاني. نعم. والمركز نعم. الرابع، وش ناوي عليه إن شاء الله في الأشواط الجاية؟ ناوي إن شاء الله حصل مثل ما حصلت عليه اليوم. يا سلام، بإذن الله. يعني المراكز الأولى. والله هذا أنا ناوي، والتوفيق بيد الله. الله يوفقنا. وش تقول له الأشواط الجاية؟ طبعا أنت مشارك في 80. نعم. واليوم حصلت كبداية على تتويجك بفردي دق المجاهيم. أي. والثمانين وش تقول رسالتك لهم؟ بإذن الله أن نحصل مثل ما حصلنا عليه اليوم. يا إن شاء سلام. الله. يا سلام والله الفرحة هذه. ولا نكتفي بالثمانين إن شاء الله، حتى في النخبة إن شاء الله. يا سلام، الله يبيض وجهك وفالك إن شاء الله التوفيق. توقعت اليوم تحصل على المركز الأول في الدق؟ نعم. توقعت اليوم تحصل على المركز الأول أبو نايف؟ متوقع نعم. صراحة متوقع. نعم متوقع. الفرحة هذه وتتويجك اليوم بفردي الدق وحصولك أيضا على المراكز الكبيرة المتقدمة طبعا من خلاصة 174 فردية اللي دخلت في هذا الشوط. نعم. وش تقول لجمهورك وجمهور فرحان بالنادي وحضوره هذا السنة؟ أقول جمهور مهم، جمهور فرحان، جمهور النادرات كلهم. يا سلام. ما شريت وما تعبت كله من أجلهم، والجمهور جمهور ذوق. يا سلام. للحلال، ليس للشخص نفسه، لكن اختيارهم لأفكاري وذوقي مرتبط بالإبل اللي هي تعجبهم بأفكارهم، فالحمد لله رب العالمين إن أفكاري حققت ما يتمنونه مني. يا سلام يا سلام، الله يوفقنا وياك وفالك إن شاء الله التوفيق والوعد في البيرق المؤسس. ما فيه إلا قدام. فالك التوفيق، تستاهل يا أبو نايف. جزاك الله خير. موفق خير. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. إذا فهد طبعا هذا ابن نادر يقول حصلت على المركز الأول في أردي الدق والبيرق المؤسس نفس المركز بإذن الله.